متابعينا اهلا بكم. بعد حسم الجدل اللي اثاره الاتحاد الافريقي خلال الايام القليله الماضيه حول الملعب اللي هيستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021-2022، خلونا نتعرف على موعد النهائي واللي هيجمع ما بين الاهلي المصري والوداد المغربي والقنوات الناقله والملعب اللي هيستقبل هذا اللقاء. وقبل ما نبدأ الفيديو، ياريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات، ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور، ونستمر في نشر المزيد من الفيديوهات بدعمكم لينا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. نجح النادي الأهلي في تخطي عقبة فريق وفاق الصيف الجزائري في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2021-2022 بعد ما فاز عليه في الذهاب 4-0، ثم تعادل في الإياب 2-2. في المقابل، تمكن الوداد الرياضي المغربي من بلوغ نهائي دوري الأبطال عقب تغلبه في نصف النهائي على فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي بمجموع لقائي الذهاب والعودة 4-2. فمن المقرر أن يصطدم الوداد بالنادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في 30 مايو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بكازابلانكا في المغرب. ويمكننا مشاهدة ومتابعة هذا النهائي والذي سيجمع بين الأهلي والوداد المغربي في 9 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت المغرب، 10 بتوقيت مكة المكرمة من مساء الاثنين 30 مايو الجاري عبر قناة بي ان سبورتس.